يخرب بيتك، قوم يخرب بيتك. ايش في؟ ايش في؟ قوم بسرعة، الفجر رح يقدم، نحي اشرب شي. يا ربي، طيب ليش ما فيني اعطيني امي؟ ليش لسا بدك تاخذ وتعطيني؟ ربي رح اشفوها. الله أكبر الله أكبر. بس ايش عم تعمل انت؟ قدم خلاص. بعد هيك ما رح اشرب. عطول تعمل فيني هيك؟ بكره تفيقيني مالي رايح على مدرسة لعنه. شلون يعني ما بدك تروح؟ بدك تروح غصب عنك. ولك امي شلون بدي اروح انا ما تسحرت؟ مالي رايح، يعني ماني رايح. خدوش خانم. وي خدوش، يخرب بيتها شو النايمة. يلا نعم. مين مات؟ قومي يلا خلصيني، ما بدي اروح امي على مدرسة، تركيني بحالي. ما انا هيك ما راح ابعتك اليوم. شو؟ عن جد؟ طبعا، لانه في عنا بيت بده يتنظف، وعنا غسيل بده ينغسل، وعنا طبخ بده ينطبخ، وانا هيك مالي فاضي، بدي اروح على السوق لانه. لا انا بدي اروح على المدرسه. سمعتي انا ايش عم بقول لك؟ حرام عليكي امي، يعني ما في نهار ارتاح فيه انا. قومي بسرعه وصحي اخوك البغل مشان نروح على المدرسه كمان. يلا. حاضر امي، حاضر. يو، هاد بني ادم هاد؟ عباده قوم يا بطيخ عشان تروح على المدرسة. ايش في؟ يخرب بيتك، نروح هونك، نروح من هون، يخرب بيتك. انا بفديك والله. لا اقول لامي. امي هذا عباده ما بده يروح على المدرسة. نعم ما بده يروح. ابو عباده، عباده عنده مدرسة وما بده يروح. قال شو؟ على كيفه لانه. صباح الخير بابا، شلونك؟ ها؟ ليك وفاية عبي البيت بده يروح. ليه عم تقول مرفايق؟ الله انا عم بموت. امي شاد بين الادم في كثير الساع. شريحه الحريق هاي. امي في ريحه حريق. الحريق. مين ترك الاكل على الغاز؟ قولي الرز احترق. يخرب بيتك من حالك. مرة وحدة عملت فيك تطبخي حلقتي يا الطبخة يا بنت الصرامي. قولي بس ما تجي عندي كمان. عبادة وين ولا الله؟ ايش ما بده ينام تحت؟ ام عبادة؟ عبادة لسه ما اجا؟ لا لسه ما اجا عبادة، وين راح ايش؟ شلون يعني ما اجا؟ ايش نام تحت هاد يعني؟ الو؟ نعم بابا. شو استاذ؟ بدك تنام تحت؟ وينك كذاب؟ طيب ايش اعمل؟ السوبر ماركت اللي بجيب لك منه دخان مسكر، وما حدا عنده من نوع الدخان بدك اياه انت. اسال بسرعه اي سوبر ماركت اكيد بتلاقي، ما راح يختفي يعني هلا، ما راح ينفقد. بسرعه بستناك بسرعه. ماشي يلا. يلا حاضر يلا. وفصله كمان. ما بدنا نلاقي له هلا ما باكيت دخان هيك. ها؟ بتعرف حدا شي ببيع سجاير هون؟ ابو تحسين؟ هذا انت ولك عبادة؟ وبدك تدخن كمان؟ والله الا اولاد ابوك بدك سجاير مو؟ ايه الا دخيلك ما هو اللي بده.
الو، لقيت باكيت دخان؟ لك بابا انا لحقت الساعة. ايه ما انا ما بدي اقول لك كرمال هيك. انت اخذت مفاتيحي وانت نازل؟ لا هدول مفاتيحي، انا ليش لاخذ مفاتيحك؟ عمش وبالغلط، والله بالغلط، بدل ما اخذ مفاتيحي اخذت مفاتيحك بالغلط. بتعرف اذا بتفكر مجرد تفكير انك تاخذ سيارتي ايش عامل فيك؟ ولك انت اخذت السيارة شي؟ لك ما اخذت شي، ودور لك لباكيت دخان وانا صايم وتحت الشمس، بعدين طلع من الشباك بطاقية مصفوفة قدام باب البناية. مصفوفة للتليمون؟ ايه يلا يلا بسرعة بسرعة، فهمان؟ ماشي خلاص، لا حد تدقها. سلام. يا ربي استور. شرف الافندي، كنت ناوي تنام برا يعني كل هالكرمال باكيت دخان؟ لا لا لا، لوقت ما لقيت باكيت دخان بدك اياه انت. وين المفاتيح؟ ليكن ليكن، اخذتهم من دون ما اقصد. تفضل هاتون. تاني مره لا عاد خربت اخذ مفاتيحي معك. ولك اخذت السياره شي انت؟ معقول يكون حدا خبره شي؟ قولي يلا. لا ما اخذ شي، مصفوفه بمحلها هي. ماشي ماشي على كل الأحوال، ماشي. وليه شو بدي أعمل؟ وليه شو بدي أعمل؟ شو بدي أقول له؟ والله ما قال له يشوفني على البرندة تحت على الشارع. شو عمل؟ مالي غير أخبر أمي، بخبرها بطريقة غير مباشرة، وبلكي بتفهم لحالها وهي بتقول له. أمي؟ نعم. ايش بدك؟ كنت بدي اقول لك شغله. ايوه دخلتك هيك لعندي وانت مشوس. مولا الله، ايش في؟ ايش عملوا لك؟ لا لا ما عملت شيء، ما عملت شيء، بس انا قلت حالي يعني اسالك اذا بيوم من الايام يعني فرضا بيوم من الايام عملت حادث انا مثلا بسياره ابوي، ايش بتوقع يعمل؟ شو؟ يخرب بيتك من حالك؟ عملت حادث بسياره ابوك؟ لا لا ما خبطت، بقول لك مثلا يعني بالايام اللي جايه. ولك انت في الدور؟ لا تلف الدور، انا حصانتك على الغايب. قلي شلون عملت الحادث؟ خلص قلتك بصراحه كنت رايح اجيب له باكيت دخان، ما كنت الاقيهم. قلت حالي بشغل السياره بروح على الاستراده برا بجيب له وبجي. نزلت بالنزله، اكبس الفرام يخرب بيته من حاله، ما عاد تقف السياره. لو وقت ما خبطت بسياره ثانيه من قدام، بس يعني صحيح انكسرت من قدام، بس تتصلح والله تتصلح. قولي يلا المصيبه، قولي يخرب بيتك من حالك. ابوك اذا بيدرى راح يذبحك، ومو بعيدة طلقني إلي كمان. مين بده يقول له؟ لوقت ما نلاقي حل. ولك هلا هو لحاله بيعرف، ليش في داعي حدا يقول له؟ ومو بعيدة يكون طالع هلا من تحت. شو؟ ليش بابا نزل؟ إي نعم والله كان عبالي نزل لتحت. يا ربي دخيلك، الحق أهرب لك عبالة يخرب بيته. والله لا بدرع، والله إذا بدهم يضحيني على عيد، والله يضحيني على عيد والله. يا رب ليش؟ والله يحس عليك. قولي امي بابا بعتك مكاتيب. بابا اهلين كيفك؟ قولي على طول ارجع على طول ارجع، محيطي ما لحقت اهرب. انكمشنا. طلع بابا، الواحد اذا فكر بالعقل يعني بقول يعني ممكن الاغلاط كلها تتصلح ان شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن ما صار لنا شيء وانفدت بالحديد. يعني الحمد لله انفدت بالحديد. أنو حديد؟ حادث السيارة محلول إن شاء الله. أنا بدي أطلع أشحد بالجامع بشان أصلحها. قولي كما أنا كنت جاي أسألك، وين السيارة؟ ما لقيتها. نعم السيارة تحت بعد ما عملت الحادث. لحظة أنا نسيت أقفلها. حيوان. رمضان يجمعنا.